السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم مرة أخرى معي في القناة. شكرا جزيل الشكر للناس كاع اللي متبعاني واللي كتخلي لي داك التعليق الزوين ديالكم، بزاف كتفرحوني والله باش يكون عندي مزيد من العطاء. ولك كنتو ناس جداد كنقول لكم مرحبا بكم عندي. اليوم كنظن عرفتوا شنو هي وصفة هي النجم الحفلة، هو هذاك السفنج المغربي المعروف. وانا هنا حضرت معاه الشاي المغربي. ممكن نقول لكم كامل مرحبا بكم، نجيو تشربوا معايا كاس ديال اتاي وتاخذوا معايا السفنج لانه كيجي رائع مع اتاي. وصدقكم يا هذه اول مره نصايب السفنج في حياتي لانه كان موجود في المغرب وكنتنا كنشريوه وهنايا ما كاينش متابعه الحال، وهذه اول تجربه ليا دونك قبلوا ليا. شوفوا كيفاش جا، لكن هاد الوصفه راه ناجحه. غنقولوا بسم الله وعنتكلوا على الله وعادي نبداو. غنديروا ملعقه خميره خبز، ملعقه سكر، وانا هنا هي ما كيديروش الخل، ولكن انا هنا غندير ملعقه خل. هاد الخل عادي يسرع ليا من مرحله ديال التخمير ديال هاد الخبز ديال هاد باردون السفنج، باش ما يخلينيش نبقى ندير بزاف المراحل نتسنى ونعاود. وعندي جوج كؤوس ديال الماء الدافئ، وهانتوما تشوفوا نتيجه الخل معايا، حيت لا بغيتوا داك الخميره ومع السكر تفاعلوا الطحين خصكم تخليوها واحد المده معينه. هنايا انا عندي 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، عبرت 5 ديال الكؤوس العنبه، نفس الكاس اللي تتعبروا به الماء ولا عبروا به الدقيق. اولا غنستعمل غير جوج كؤوس ديال الطحين، عادي نديرهم وعادي نخلطهم مزيان. وانايا هنايا غادي نعتمد على الميكسر، حيت الميكسر كيعطي واحد النتيجه زوينه بزاف تخلط هنا. وبامكانكم فقط تخلطوا باليد ديالكم، يعني ماشي مشكل. انا يمكن كنت عكزانه اللي درت هذا الميكسر. هانتوما تشوفوا معايا شتيو الخل في العود، انا ما نخلي داك الطحين ومع الماء والسكر والخميره خصهم على الاقل واحد 10 دقائق باش يوليو بحال هكا داك باش كتفاعل. انا فاش كندير الخل كيسرع من العمليه ديال التخمير. دابا منين نخلط ما نخليه لا يرتاح لا والو، انا دابا ديريكتومون غادي نزيد جوج كيسان بالضبط ديال الدقيق. ومن بعد عمرت الكاس الخامس، انا خليته على جانب حتى نشوف واش غادي نحتاجو. اذا هنايا انا عندي 5 الكيسان ديال الطحين، ولكن ما يدخلوش 5 الكيسان، انا هنا دخلوا لي 4 الكيسان تقريبا ونص، وعلى على حسب كل واحد والنوعيه الدقيق اللي عنده. اذا نتوما كتبقاو تزيدوا طحين حتى تحصلوا على عجين اللي عادي يكون لين وكيلتصق باليد، ماشي عجين اللي ما كيلتصقش باليد. هاد العجينه سهله، الوصفه سهله، المكونات ساهلين بزاف، غير هي ماشي كدلكو، غير كتخلطوا داك العجين الدقيق مع العناصر الاخرى باش تنسجم. هي راه كتلصق بالمعقول في اليد. نتوما كتشوفوا انا سرعت الفيديو حيت جا طويل، حيت بغيت نخلي لكم حتى مراحل القلي باش تشوفوا كيفاش عليهاش هنا سرعت، ولكن راه كنظن واضح ان العجينه كتلصق في اليد. شتي كتبقى غير تخلطوها تتبدا نتوما شتيو راه هي مازال مرخيه وكتلصق في اليد، ولكن راه بدات كتجمع راسها هنايا شي شويه. وما تنساوش تضيفوا الملح فاش تضيفوا الدقيق المره الثانيه، جوج كؤوس، لانني انا تحذف ليا من الفيديو، ولكن ما تنساوش الملح من بعد ما تخلطوا جوج الكؤوس الاولى ديال الدقيق وتبغيو تضيفوا جوج كؤوس ثانيه، دونك زيدوا الملح هذيك الساعه.
هانتوما العجينه ديالي شتيها، هي بدات كتجمع ولكن راها ماشي قاصحه مجموعه وماشي لينه مطلوقه. هاد القوام ديال هاد العجينه مهم جدا يكون فحال هكا الا بغيتو باش يجيكم ساهل فاش تجيو تشكلوا العجينه ديالكم وتقليوها، ما يكونش خفيف. هانتوما هنايا غادي نغطيها وغادي نخليها واحد المده ديال 10 دقائق، ماشي تخمر، غير بحال كتطلق شي شويه حيت ما دلكناهاش. ومن بعد غادي نفزك يدي بشويه الماء وغادي نبدا نحركها مزيان، نخلطها بحال كنخرج من هذاك الريح، ومنين هذا كنعاود عاوتاني نغطيها. وغادي دابا نخليها تخمر. مده الاختمار غتاخذ لكم بين 30 حتى 40 دقيقه، ولكن لكن الجدافي في الدار كنضر 30 دقيقه كافيه باش تختمر. هانتوما هنا راه العجينه ديالي اختمرت، غادي ضروري الزيت لان هاد العجينه كتلصق في اليد كما قلت لكم. هانتوما كتشوفوا الفقاعات كي دايره، العجينه خمرات ليا مزيان والعجينه متماسكه. هانتوما ماشي هذيك السائله اللي كتبقاو نتوما كتبغيو تشكلوها وهي ما كتشكلكمش، كتبقى كلها تتعوج في اليد. صافي هنا غنبدا نشكل الكويرات ديالي. وهنا راه لاحظتوا انا غير قصتها من الجناب ماشي خويتها كامله من الريح. ما تخويوش العجين ديالكم غير هذاك، وبداو تجمعوا داك الكريصاص وديروا على حسب نتوما الحجم اللي بغيتوا. انا درتهم كبار ودرت جوج صغيورين، ولكن هذاك الصغار الحجم ديالهم كبر، يعني الا بغيتوا ديروا العجينه غير صغيوره ديرهم غير صغيورين. صافي هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش انايا شكلت داك الدائره ديالي، تقبتها في الوسط وضروري يدكم تكون فيها الزيت. هنا عندي جوج مقلات، شفت ان الناس كتير كتستعمل هذه الطريقه وهي ناجحه، حيت يمكن السفنج هنا ما كيشربش لكم الزيت بزاف، والمقله الاولى كتخليه بحال كيدخل فيه الطياب وما يتخطفش في الطياب من الداخل باش كيجي طايب كامل، وكتكون العافيه عليها مهيله. المقله اللي فيها غير شويه الزيت العافيه خصها تكون مهيله. هذاك الاناء الثاني اللي فيه الزيت اللي انا غادي نحول ليه داك السفنجه ديالي فيه كميه زيت اوفر، والنار خصها تكون متوسطه الى مرتفعه، ما تكونش قليله باش السفنج ديالكم ما يشربش الزيت بزاف. صافي هانتوما شفتيو فاش درتها في الزيت الاخر انتفخات بوحديتها، قبل ما نكب عليها انايا نرشها بالزيت بدات كتنتفخ وتشكلات داك الفقاعات اللي كنعرفو كاينين في السفنج باش كنعرفو ان السفنج ناجح. هانتوما كتشوفوا معايا، انا كنخلي لكم باش غير تشوفوا، كنتمنى ان الصوره تكون واضحه لانني حاولت نحط الكاميرا تشد الاناءين بجوج. انا قلبتها هنا انتم كتشوفوا معايا وشتيو الاخرى، حيت النار هذه انا درت الاخرى كتوجد كتنتفخ غير بشويه وكيف بحال كيدخلها الطياب، ما كتنفخش مزيان بحال ملي كنديروها في زيت كميه كثيره، ولكن على الاقل كيدخل في هذاك الطياب وكيجي مهوي من الداخل وكيجي زوين غزال. يعني الناس اللي كتبغي الحوايج المقليه وفيها الزيت راه يعجبهم السفنج. انا كنتفادى انني ندير بزاف الحوايج مقليه كل شيء زيت، ليهاش ما كنديرش هاد المسائل كثيره، وهذه اول مره كنصايب السفنج. هانتوما شتيو معايا هنايا، يعني انا غنحط غير طبسيل فاش ندير هذيك اللي غنخرج، ودرت عليها واحد الورق ديال هذا اللي كيشرب الزيت باش تنقص ليا شي شويه من داك كميه الزيت فاش تخرج. هانتوما كتشوفوا معايا كيجي ناجح كله فقاعات، كيجي مهوي من الداخل كيجي زوين بزاف. وصافي هنايا كتخدموا بالاناءين بجوج في نفس الوقت. هانتوما مني كتصايبوا وحده على ما كديروها تما كاينات كديروا الاخرى توجد ليكم. وصافي هانتوما كتشكلوا عاوتاني العجينه الاخرى وكتحطوها وكتبقاو غاديين حتى تتكملوا الكميه اللي عندكم. انا غنخليكم دابا كتشوفوا الصوره وراه كنظن واضحه، وكتشوفوا كيفاش كنديروا ليه. سيدي يا ربي وكل لي
هانتوما كتشوفوا كي جا السفنج ديالنا. نتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم، ونتمنى انكم تجربوها. الا كنت انا اول مره حصلت على هذه النتيجه اكيد غتنجح معكم. نهاركم او مساءكم بروك.